السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، هذا راغب آمن من جديد وحلقة أخرى إن شاء الله أتحدث فيها عن أداة الود. أداة الود هي أداة مهمة جدا، يعلمها القليل ولكن يحتاجها الكثير. هذه الأداة التي ستمكنك من أن تعرف ما هي المواقع المحتالة وما هي المواقع السليمة، المواقع الغير احتيالية. نتحدث هنا أن في بعض الأشخاص، يعني في بعض الإخوان، يسمعون عن مواقع وتكون هذه المواقع هي مواقع احتيالية، ثم يبادرون بالتسجيل فيها. ممكن أتحدث عن المواقع، مواقع ربح المال، مواقع يعني بعض المواقع التي تقدم خدمات مثل الأنتي فيروس إلى غير ذلك، وتكون هذه في الحقيقة هذه المواقع هي مواقع احتيالية. حتى يعني ذلك المحتوى الخاص بها هو احتيالي، ولا يوجد أي يعني لا يوجد أي استفادة منها. أخص بالذكر كما سبق لي وقلت المواقع المالية، فهذه الأداة بعد تثبيتها تعطيك مؤشر. فإذا كان الموقع احتيالي تجد أن هناك علامة حمراء يعني أمامه، أو هناك يعني هناك إنذار أمامه يخبرك بأن هذا الموقع إما موقع يعني احتيالي، يعني هذا الموقع هو فقط يحتال على الناس، أو كذلك أن هذا الموقع هو موقع يحتوي على فيروس أو يعني شيء من هذا القبيل. كيف ذلك؟ فبصراحة عندما يدخل يعني الأشخاص الذين سبقوك إلى معرفة ذلك الموقع وتعاملوا مع ذلك الموقع، يمكنهم بعد ما يعني عندما يكتشف بعض الإخوان أو بعض الأشخاص أنه قد تم الاحتيال عليهم أو شيء من هذا القبيل، يعطون درجة تنقيط إلى هذا الموقع، يعني ينقطون هذا الموقع. واعتمادا على التنقيط وكذلك على الكومنت، فيعني تكون لك نظرة واضحة على الموقع. ففورا يعني تريد الدخول إليه تجد مثلا علامة حمراء، أي أن هناك مجموعة من الأشخاص قد صوتوا بلا أو بأن هذا الموقع رديء إلى غير ذلك. فيكفي أنك فقط ترى يعني عدد التعليقات، ترى كذلك التعليقات وتشاهد مدى ارتسامات الأشخاص حول ذلك الموقع، ويمكنك كذلك بدون أن تلجأ إلى ذلك فقط أن ترى يعني ذلك المؤشر الذي يكون أمام الرابط كما سنرى. إذن لن أطل عليكم، نمر الآن إلى تثبيت أداة الود، ثم كذلك نمر إلى شرح هذه الأداة. ابقوا معي. يمكنك دائما زيارة صفحة متخصصي الحماية على الفيسبوك www.facebook.com/gh3.professional، أو زيارة صفحة راغب آمن على الفيسبوك www.facebook.com/raghib.geek، أو زيارة مدونة الصفحة على dash3barpro.blogspot.com. إذن أول شيء ندخل إلى www.mywood.com. بعد ذلك كما تلاحظون معي في القائمة الرئيسية أو الواجهة الرئيسية للموقع، كما تلاحظون معي هناك عدد، لاحظ معي شعبية هذه الأداة، لاحظ معي عدد المستخدمين الذين يستخدمون هذه الأداة، لأن هذه الأداة هي أداة جبارة كما سبق وقلت. نذهب مباشرة إلى Download Free Add-ons. هذه الأداة هي تثبت على البراوزر الخاص بك، يعني لا تجد هناك مشكلة بين الفايرفوكس و يعني الفايرفوكس و جوجل كروم، لأن الأداة تتعرف مباشرة على متصفح الموقع، عفوا يتعرف مباشرة على يعني البراوزر الخاص بك، ويعطيك كذلك إمكانية التحميل. كما تلاحظ معي بعد النقر على داونلود أنقر على Add to Chrome Install، انتظار قليلا ثم بعد ذلك سيتم تحميل الإكستنشن، تثبيتها. وبالفعل كما تلاحظ معي هذه هي أداة الود، وهذه هي ارتسامات الناس حول الموقع. كما تلاحظ معي أول شيء يعني ننقر على Next، لاحظ معي يمكن أن أنقر على يعني إذا لم أكن أرغب في التسجيل يمكن أن أنقر فقط على يعني على هذه الحمراء، إذا كنت أرغب في التسجيل يعني يمكن أن أقوم بفتح حساب في الموقع. أول شيء يعني نحاول تجريب هذه الأداة. فأولا لاحظ معي سأذهب إلى جوجل، ثم سأحاول البحث على The Professional، إذن The Professional Security، إذن ستعطيني مجموعة من الروابط. وكما تلاحظ معي هذه الأداة أو هذه العلامة تعني أن لم يتم يعني
التصويت على الرابط، لم يتم التصويت على الرابط، وبالتالي تجد أي معلومات حول مدى إمكانية أن يكون هذا الرابط هو رابط سليم أم غير سليم. في مقابل مثل المواقع المشهورة مثل يوتيوب، فيوتيوب معروف أنه موقع سليم، فبالتالي نجد هذه العلامة الخضراء تعني أننا يسمح لنا بالدخول. في الحقيقة عندما سأحاول البحث عن مثلا بعض يعني كراك، فمثل ما أجد كراك إلى غير ذلك، تكون أغلبية هذه البرامج أو هذه المواقع تحتوي على فيروسات، يعني هذه المواقع تكون، فلاحظ معي، فمثلا زد كراك، إذا هذا الموقع يحتوي على فيروسات، يحتوي على تروجانات، يحتوي على برامج خبيثة، فلاحظ معي أن العلامة هي حمراء. في على خلاف أن كراك في الويكيبيديا، ونحن نعلم أن ويكيبيديا هو موقع سليم، فسنجد أن هذا الموقع أخضر. الموقع يعني باللون الأصفر فيعني ميديوم، يعني هناك يعني ميديوم، ما هو خطر، ما هو يعني هناك لا زال هناك انشقاق أو هناك تعادل فيما يخص الرؤى، وبالتالي يمكن الدخول إليه، لما لا، ولكن يجب التعامل معه بحذر. إذن أظن أن هذا ما فيما يخص أداة البوت. أداة البوت كذلك كما قلت فقط يكفي عليك أن تنقر على داونلود، إذا كنت على فايرفوكس تقوم بتثبيتها على فايرفوكس، تظهر لك الأيقونات كما تشاهد معي. كنت سعيد باستضافتكم في هذه الحلقة، إلى حلقة أخرى من حلقة راغب أمين، دمتم في أمان الله.